الفصائل المسلحة العراقية فاجأت الجميع ودخلت الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا من أوسع أبوابها، وهذه جاءت بتفاصيل كاملة قادمة ونشرتها The Guardian البريطانية اليوم، وما نشرته The Guardian فيما يتعلق بهذه المسألة الخطيرة للغاية، بأن الفصائل المسلحة تحديدا في 26 من مارس الماضي قامت بعملية تهريب صواريخ وقاذفات RPG بالإضافة إلى قاذفات مضادة أو قاذفات صاروخية مضادة إلى الدبابات، وقامت هذه الفصائل بتهريبها عبر منفذ الشلامجة، ومن منفذ الشلامجة استقبل هذه الصواريخ طبعا الجيش الإيراني والقوات الإيرانية، وبعد ذلك في الأول من أبريل الحالي قامت نفس الفصائل المسلحة بعملية تفكيك منظومتين صاروخية مهمة جدا من نوع أستروز 2، قامت بتفكيكها وقامت بإرسالها أيضا عبر منفذ الشلامجة أو معبر الشلامجة مباشرة أيضا إلى الجيش الإيراني والقوات الإيرانية التي استلمت هذه الأسلحة القادمة من الداخل العراقي. وكذلك بالنسبة لإيران فكشفت أيضا The Guardian البريطانية بأن إيران قامت بالتبرع بمنظومة صاروخية مهمة للغاية ألا وهي بافار 373 مباشرة إلى روسيا. ولكن السؤال الأكبر، كيف من الممكن لهذه الصواريخ والأسلحة التي وصلت إلى إيران أن تصل إلى روسيا؟ وهذا إذا ما أخذنا الصورة بشكل أبعد لهذه الخارطة، إذا ما أخذناها بشكل أبعد سنعرف الطريق تماما. بحسب The Guardian وما أكدته هنا بأن هذه الصواريخ والأسلحة بعد دخولها من العراق إلى منفذ الشلامجة توجه مباشرة إلى منفذ آخر وهو موجود على بحر قزوين، هنا بحر قزوين، وهذا المنفذ هو منفذ أو ميناء بندر إنزالي الإيراني المهم للغاية على بحر قزوين، واستخدموا في هذه العملية وفي عملية الشحن 3 سفن للشحن، سفينتان قامت برفع العلم الروسي وسفينة واحدة رفعت العلم الإيراني وانطلقت من بحر قزوين متوجهة إلى روسيا. وإذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لنرى بشكل أوضح كيف من الممكن أن تنتقل عبر بحر قزوين مباشرة إلى الداخل الروسي، فهي تذهب إلى منطقة مهمة جدا موجودة في الداخل الروسي. هنا طبعا كما نلاحظ إذا ما توقفنا عند هذه الصورة فقط لنأخذ هذه العلامات، فبهذا الاتجاه هو ميناء بندر إنزالي بهذا الاتجاه الذي تصل إليه الأسلحة قادمة من منفذ الشلامجة كما تحدثنا، وبعد ذلك تقطع مسافة ما يقارب 900 كيلومترا لتصل إلى منطقة أستراخان بهذا الاتجاه التي هي توجد في الداخل الروسي، وبالتالي هذا هو الطريق الذي تقطعه هذه الأسلحة، وقطعته فعلا عن طريق 3 سفن للشحن كما تحدثنا بهذا الشكل. وبعد ذلك عندما نذهب إلى هذه المنطقة لنرى كيف من الممكن أن تكون استراتيجيا هي مفيدة بالنسبة إلى روسيا عند وصولها إلى هذه النقطة، فسنلاحظ بكل تأكيد بهذا الاتجاه فإننا أمام هذه المنطقة ألا وهي أستراخان التي تصل إليها الأسلحة كما تحدثنا من بحر قزوين، وبالتالي هذه المنطقة هي لا تبعد عن الحدود، هذه الحدود الأوكرانية كما تلاحظون هي تبعد فقط 670 كيلومترا لكي تصل وتدخل إلى الحدود الأوكرانية وتدخل إلى منطقة مهمة فيها تركيز كبير جدا للعمليات العسكرية الروسية الآن في الداخل الأوكراني، ألا وهي منطقة إقليمي دونباس إلى لوغانسك ودانييتسك، وبالتالي هي مهمة جدا على المستوى الاستراتيجي بالنسبة إلى روسيا بكل تأكيد بهذا الشكل. وهذا على هذا الأساس طبعا إذا ما خرجنا من هذه الخارطة الآن وتوجهنا إلى صورة أبعد وأوضح لكي نعرف بالضبط كيف تتم هذه الحركة، فالحركة باختصار شديد جدا فهي تأتي بهذا الشكل الذي ترونه وتدخل مباشرة إلى أوكرانيا بهذا الشكل، هذا هو الخط الذي تعتمده طبعا بكل تأكيد الفصائل المسلحة وإيران في عملية إرسال هذه الأسلحة. ولكن أيضا على الرغم من هذه المسافة الطويلة البعض قد يعتقد بأن من الممكن بالأقمار الصناعية التدقيق ومعرفة كل هذه التحركات، لا أبدا، فخبراء أيضا أكدوا إلى الغارديان البريطانية أن هذا الأمر لا يمكن ضبطه بسهولة
بأن هذه صواريخ وتفكيك لمنظومات وتوضع في حاويات أو في صناديق وترسل عبر السفن. لا يمكن ضبط هذا الأمر عن طريق الأقمار الصناعية، وهذا طبعا الأمر، ودليل على هذا الأمر هو ما يحدث مثلا في جبهة أخرى عندما تقوم إيران على سبيل المثال بإرسال الصواريخ والأسلحة عبر طائراتها من طهران عبر الأجواء العراقية مباشرة إلى دمشق، إلى مطار دمشق بهذا الشكل باستخدام طائرات قشم التي هي طبعا من الخطوط الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. عادة ما ترسل الأسلحة بهذا الشكل. عندما تتم مثل هذه الحركات أو سفينة مثلا إيرانية تصل إلى ميناء اللاذقية، دائما تجد في الرادارات أن الاستخبارات وطائرات الاستخبار الإسرائيلي من السرب 122 السرب الإسرائيلي النحشون شافيت أو حتى النحشون إيتام تلاحظها تحلق بشكل مكثف لساعات طويلة تراقب ما الذي يجري، ما الذي يوجد في هذه الحاويات. دائما تحلق لأن الأمر لا يمكن ضبطه، هذه حاويات وصناديق من الصعب جدا عليك معرفتها، لذلك هي تحتاج إلى عمليات على الأرض من أجل التدقيق على هذا الموضوع. ولكن السؤال الأهم والأكثر إثارة هو كيف من الممكن لأسلحة تأتي من الفصائل المسلحة في العراق أو حتى أن تأتي من إيران أن تكون مفيدة لدولة عظمى وقوة عظمى مثل روسيا التي هي تعتبر أقوى ثاني جيش على مستوى العالم بحسب تقدير وتقييمات وتصنيفات الجلوبال فاير باور. هذا الأمر هو الذي أجابت عليه طبعا The Guardian البريطانية، والذي قالت على أساسه تضررت الشركات المصنعة الروسية بشدة من العقوبات والقيود الجديدة، والمصنع الرئيس للمركبات المدرعة في روسيا فضلا عن مصنع الجرارات قد نفد من قطع الغيار اللازمة لصنع الدبابات وإصلاحها. وأضافت أيضا 29 مجموعة تكتيكية من الكتيبة الروسية الأصلية أصبحت الآن قتالية غير فعالة، وهذا الأمر أصبح واضحا مما جرى في الأيام الأخيرة لروسيا في الداخل الأوكراني. كانت مفاجأة كبيرة جدا إذا ما توجهنا الآن إلى الساحة الأوكرانية فقط لنلقي نظرة سريعة على ما الذي جرى وأين هي الآن القوات الروسية في أوكرانيا تحديدا، وبالتالي بالنظر إلى هذه الخارطة على عجالة. هذه هي طبعا أوكرانيا التي ترونها، فهنا طبعا بالنسبة إلى هذه المنطقة هي العاصمة الأوكرانية كييف، هنا تشيرنهيف، هنا سومي، هنا خاركيف، وهذا هو إقليم دونباس بأكمله، وهذه هي ماريوبول، وهنا كما ترون خيرسون بهذا الاتجاه التي تأتي بعد نهر الدنيبر، ميكولايف، وكذلك أوديسا بهذا الاتجاه. الذي جرى بالنسبة للقوات الروسية والضرر أصبح واضحا عليها بأنها انسحبت من محيط العاصمة الأوكرانية كييف، انسحبت من تشيرنهيف، انسحبت تماما من مدينة سومي، لم تعد موجودة في هذه المناطق، وحتى خاركيف أصبحت نوعا ما بعيدة، لم تعد تحاصرها، لم تعد على التماس مع خاركيف أبدا، وبدأت تركز حتى ماريوبول هنا بهذا الاتجاه رغم كل الضغط الكبير الذي تقوم به القوات الروسية، إلا أنها حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها لم تتمكن من السيطرة على ماريوبول بشكل كامل. لا زالت القوات الأوكرانية تقاتل بعنف كبير، وبالتالي هم يركزون الآن على السيطرة على إقليم دونباس وتحديدا على دانييتسك بهذا الاتجاه، لا زالوا يركزون بعملياتهم بهذا الاتجاه، وكذلك أنهم ابتعدوا من ميكولايف، يعني هم ليسوا موجودين الآن في أوديسا، ليس هنالك ضغط حقيقي على أوديسا، ليس هنالك ضغط على ميكولايف على المستوى الحصار وغيرها، ليس هنالك حصار نهائي، وهم موجودون فقط في خيرسون في تراجع كبير بعد أن كانوا هم محاصرين فعلا إلى ميكولايف. والآن كل ما تقوم به القوات الروسية هو تقدم بطيء مع الانفصاليين الموالين لهم في إقليم دونباس بهذا الاتجاه، وكذلك قصف عالي جدا على خاركيف، قصف نوعا ما متردد ومتذبذب على ميكولايف، وقصف في بعض الأحيان على أوديسا، وبالتالي الأمور لا تبدو بخير بالنسبة إليهم. وهذا هو الأمر الذي جعل أهمية ووضع أن هنالك حقيقة لأهمية الصواريخ التي ترسل إليهم من كل مكان، وليس فقط من على سبيل المثال أن يعتمدوا على أنفسهم أو أن تأتي من إيران، كلها أصبحت مهمة. وهذا الأمر الذي ركز عليه أيضا الزميل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط مهند حاج علي، الذي قال هذا النوع من الأسلحة المتطورة بين قوسين أنظمة إطلاق الصواريخ، يقصد الأسلحة التي جاءت من العراق مباشرة وكذلك من إيران، من شأنه أن يحدث فرقا كبيرا على الأرض في أوكرانيا،
وكذلك صدق أو لا تصدق بأن روسيا مستمرة في عملية تجنيد السوريين وجلبهم إلى المعركة وإلى الساحة الأوكرانية، وهذا الأمر هو أساسا ظهر الشهر الماضي وتم تأكيده الآن بأن هنالك المزيد من التجنيد قبل 5 أيام. بهذا الشكل النيويورك تايمز بتقرير استخباري أمريكي ومن مسؤولين غربيين أكدت بأن الروس فعلا يجلبون مقاتلين سوريين إلى المعركة التي يخوضونها في أوكرانيا من أجل تحقيق النجاح في العملية العسكرية التي تعاني ما تعانيه طبعا بكل تأكيد. وهنا السؤال الأهم والأكبر، لماذا لا تبالي إيران لمسألة ممكن أنها أن تتعرض إلى مشكلة حقيقية من هذا التصرف وبعد كشفه؟ يعني الفصائل المسلحة الآن وكذلك إيران ممكن أن تتعرض إلى عقوبات أمريكية كبيرة جدا، ممكن أن تنتهي مسألة الاتفاقية النووية، وعلى وشك إيران أن تنجح في العودة إلى هذه الاتفاقية رغم كل الصعوبات إلا أنها لا زالت على قيد الحياة. لماذا لا تهتم الميليشيات في العراق، الفصائل المسلحة وكذلك إيران، إلى مسألة العقوبات الخطيرة التي ممكن أن تتعرض لها إيران وكذلك أن يتعرض لها العراق؟ هذا طبعا الأمر أيضا ركز عليه مهند حاج علي، ألا وهو الزميل في مركز كارنيجي أو معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، الذي طبعا وضع أهمية كبيرة جدا بالنسبة إلى إيران، إن إيران لا تريد من روسيا أن تضعف ويضعف دورها في الداخل السوري. لديها هذا الأمر أهم على المستوى الاستراتيجي. لماذا؟ لأن روسيا على سبيل المثال هي تعطي الإحداثيات الكاملة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عندما تكون هنالك ضربات إسرائيلية موجهة على الفصائل الموالية لإيران، وبالتالي يتم تفادي أي سيناريو للحرب على مستوى مثلا سوريا وإسرائيل، وبالتالي تتم العملية بدقة عالية. كذلك أن إيران لا تريد من روسيا أيضا أن تضعف في هذه المعركة وتبدأ بالانسحاب من سوريا أو تعطي أولوية أكثر وأكبر إلى أوكرانيا بدلا من سوريا، وذلك لأن كان هنالك أساسا اتفاقا العام الماضي خطير ضد إيران تريد أن تكسب منه العديد من الأمور. الاتفاق جاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، اتفقوا تماما على إنهاء ورقة الفصائل المسلحة في سوريا وأن تنتهي من هذه المنطقة. وبالتالي هنا تريد إيران أن تكسب المكسب من مساندة روسيا ببقائها وأن تنهي هذا الاتفاق، كونها هي تساند وإسرائيل لا تساند روسيا في هذه المعركة، بل إنها تأخذ موقفا سياسيا ضد روسيا وهي تقف مع أوكرانيا بشكل كامل لعدد طبعا من الأسباب. وكذلك أيضا في نفس الوقت هي لا تريد من الفصائل المسلحة لسبب ما أن تخرج، وفي نفس الوقت روسيا تضعف، وكذلك أن نظام بشار الأسد بدأ يتوجه إلى الخليج شيئا فشيئا، وذهب إلى أبوظبي والتقى لقاء كبيرا جدا وكان لقاء مهما في الإمارات العربية المتحدة. كذلك الوول ستريت جورنال سبق وأن تحدثت عن لقاءات استخبارية على أعلى المستويات بين المملكة العربية السعودية وبين الاستخبارات السورية أيضا من جهة أخرى، وبالتالي كل المعادلة ممكن أن تضعف بالنسبة إلى إيران. وأيضا في نفس الوقت إيران تضع في حساباتها أن الاتفاق النووي مؤقت، ممكن ينجح ممكن يفشل ولكن هو مؤقت، الهدف الاستراتيجي البعيد دعنا نساند روسيا ودعنا نكسب حقيقة وأمر مهم جدا روسيا ممكن أن توفره إلى إيران، ألا وهو منظومة الS-400 القادرة على عملية تشكيل تحدي كبير جدا إلى طائرات الF-35 الشبح وغيرها التي طبعا تمتلكها إسرائيل. بامتلاك هذه المنظومة فيما بعد بهذا الإسناد على المستوى الاستراتيجي سينهي فرص إسرائيل الحقيقية لضرب المنشآت النووية بأي شكل من الأشكال، وكذلك يساعد إيران أيضا بالمضي شيئا فشيئا مع ما يدور في الاتفاقية النووية للوصول إلى القنبلة النووية. ولكن يظل السؤال، ما الذي ممكن أن يتعرض له العراق في ظل كل هذه التفاصيل الخطيرة جدا التي نشرت بهذا الشكل؟